السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفيه الرد على شخص ما ومخالفته والاعتراض على حديثه بطريقه مؤدبه من خلال هذا الحديث. نتعلم فيه كيفيه الرد بطريقه حسنه وبالتالي نتعلم بعض المفردات والجمل في اللغة الإنجليزية disagreeing and contradicting politely disagree نعرف أنه agree إذا نعرف agree يوافق disagree لا يوافق إذا يخالف إذا وضعنا ing تصبح agreeing موافقة disagreeing مخالفة أو عدم موافقة لدينا contradict بمعنى يعارض عدم نضيف ing يصبح اسم contradicting اعتراض polite مؤدب عدم نضيف الواي للصفة تتحول إلى ظرف politely إذا بأدب disagreeing and contradicting politely طبعا في عندنا حديث بين شخص مثلا اسمه A الشخص الثاني B I wish we had all the fun subjects in the morning and all the boring ones later أتمنى لو عندنا أو لو كان عندنا جميع المواد المسلية أو الممتعة in the morning في الصباح and وجميع المواد المملة لاحقا أو فيما بعد لاحظ بعد وش استخدمنا هاد إذا بالماضي يعني أتمنى لو كان عندنا أيضا ننتبه نحفظ كلمة fun fun مسلّي ممتع عكسه boring boring ممل أيضا ننتبه كلمة subject مواد لكي لا أكرر كلمة subject مرة ثانية إذا المواد المملة نستخدم ones إذا كان لو كان عندنا subject واحدة يعني مادة واحدة نستخدم one ذا boring one بينما عندنا بهذه الحالة subject في عندنا اس الجمع عند إذن نضع لكلمة one نضع لها اس أيضاً نحفظ كلمة later فيما بعد أو لاحقاً عندنا كلمة late متأخر بس نضيف are later أصبحت فيما بعد نحفظ كلمة wish wish أتمنى طبعا الشخص هذا تكلم جملة I wish we had all the fun subjects in the morning and all the boring ones later الإجابة I don't agree don't هي اختصار ل do not I don't agree إذن لا أوافق معك إذا لا أتفق معك I don't agree I'm half asleep In the morning I'd miss the subjects I like best إذا لا أتفق معك أو لا أوافقك الرأي أنا نصف نائم في الصباح يعني معنى نعسان بكون I'd miss سأفقد سأ. المواد التي أحبها أكثر أو المواد المفضلة عندي لاحظ I am هي اختصار ل I am إذن I'm I am أيضاً عدنا I'd هي اختصار ل I would I would miss لا نقول I will miss I would miss إذن الإجابة I don't agree إذن لا أتفق معك نحفظ أيضاً I'm half asleep. I'm asleep إذا نائم. I'm half asleep إذا نصف نائم. لذلك بكون عدم أو لا أكون مركز صباحا. I don't agree. I'm half asleep in the morning. I'd miss the subject I like best. We would get better exam result if we did. more past papers يعني سنحصل على نتائج امتحان أفضل if لو we did more past papers لو درسنا أو راجعنا أوراق ماضية أكثر أو امتحانات ماضية أكثر إذا نحفظ past past ماضي would طبعا ال مات الفضله نقول would would result نتيجه we would get better exam result if we did more past papers not necessarily نحفظها ليس بالضروره نعرف necessary ضروري قلبنا الواي الى اي وضفنا الواي نسرلي اذا للضروره نت نسرلي او ليس من الضروري اذا نحفظ not necessarily اذا ليس بالضروره the exams were different a few years ago اذا ليس بالضروره كانت الامتحانات مختلفه منذ بضع سنين مضت لاحظ ago نترجمها منذ مضى نرجع لها مرتين بالترجمة إذا نقول منذ بضع سنوات مضت not necessarily the exams were different a few years ago I think the facilities at our school are poor أعتقد أو أظن أحسب بأن the facilities الخدمات at our school في مدرستنا are poor إذا ضعيفة أو فقيرة لا يوجد لدينا كثير من الخدمات عدنا كلمة facility إذا خدمة قلبنا واي إلى اي وضفنا إي إس facilities إذا خدمات I think the facilities at our school are poor. That's not true. We have modern computers, an art room, a music room. That's not true. ذاك ليس صحيح. نحفظها. That's not true. We have modern computers. لدينا حواسيب حديثة an art room إذا مرسم a music room وغرفة للموسيقى that's not true we have modern computers an art room a music room لاحظ إذا كان عندنا قائمة من أسماء أو أفعال وهكذا نضع آخر اسمين and قبل أن نضع كما فاصلة، لاحظ استخدمنا آن، لماذا آن؟ لأن الكلمة اللي بعدها بدأت بحرف صوتي الأحرف لتر، الصوتية كما نعلم A I O U E، إذاً five خمس أحرف صوتية، إذاً حرف ال حرف ال A ال وحرف ال إذاً لدينا حرف الاي إذا استخدمنا آن، بينما هنا استخدمنا آ، طبعاً آ و آن أداة تنكير بمعنى واحد أيضاً عندنا a music الكلمة music تبدأ بحرف ساكن إذا استخدمنا ا دائماً حرف السي في نهاية الكلمة ننطقه ك music لاحظ music I think the facilities at our school are poor that's not true we have modern computers and art room a music room don't you think that we do too many subjects. Do you think؟ ألا تعتقد؟ ألا تظن؟ ألا تحسب؟ don't هي اختصار لي do not that we بأننا do ندرس too many subjects. إذن العديد من المواد أو الكثير من المواد اذا do نعرفه يعمل او يفعل لكن معناه يدرس dont you think that we do too many subjects not really لا اتفق معك we only do four subjects when we are 16 to 18 years old اذا not really we only do فقط ندرس four subjects أربع مواد when we are 16 to 18 years old عندما يكون عمرنا بين 16 إلى 18 سنة أو 18 سنة نأخذ كلمة only فقط don't you think that we do too many subjects not really we only do four subjects when we are 16 to 18 years old. An ideal school would have all the lessons taught on video or computer. المدرسة المثالية سيكون فيها جميع الدروس تعلم أو تدرس في الفيديو أو الحاسوب. An ideal school would have all the lessons taught on Video or computer؟ نحفظ كلمة ideal مثالي I don't think so. لا أظن ذلك. لا أحسب ذلك. I don't think so. We need teachers as well as films and computers. نحتاج المعلمين بالإضافة للأفلام والحواسيب. نحفظ كلمة as well as بالإضافة لي as well as I don't think so we need as well as films and computers at my ideal school you would only do the subject were interested in في مدرستي المثالية أو النموذجية you would only do تدرس فقط the subject المواد we're interested in إذن المهتمين بها at my ideal school you would only do the subject we're interested in maybe نحفظها maybe ربما but nobody would do boring subject لكن لا أحد سيدرس مواد مملة would do إذن سيدرس boring subject مواد مملة at my ideal school you would only do the subject we're interested in maybe but nobody would do boring subject بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه كيف أخالف شخص بالرأي اخذنا بعض الأمثلة والتمارين أتمنى قدمت شيء لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته